اقرأ وارتق بالقرآن وانعم بالنور الرباني رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني اقرأ وارتق بالقرآن. الحمد لله الذي وفق وأعان وألهم الفكرة لأحسن الكلام، وليس هناك أفضل من الانشغال بالقرآن، فبه نحيا وعليه نموت. ونسأل الله تبارك وتعالى حسن الختام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الجنة للمؤمنين العاملين بالقرآن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نؤمن به ونتبعه ونقتدي به على مر الزمان. ونعوذ بالله تعالى أن نكون من جملة من يشتكي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل منهم بسبب هجرهم للقرآن. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن لمدارسة القراءات من خلال متن أو نظم حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام الشاطبي رحمه الله. ومقرر حفظ اليوم هو من البيت 71 بعد 100 إلى البيت 75 بعد 100، فلنستمع إلى الأبيات أولا. رجينا من الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفهم والتطبيق الصحيح لكلام الله عز وجل. قال الناظم رحمه الله: وما بعد همز ثابت أو مغير فكسر، وقد يروى لورش مطولا، ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتى للإيمان مثلا، سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤولا اسألا، وما بعد همز الوصل إيتي وبعضهم يؤاخذكم الآن مستفهما تلا، وعادا الأولى وابن غلبون طاهر، وعادا الأولى وابن غلبون طاهر بكسر جميع الباب قال وقولا. يقول الناظم رحمه الله: وما بعد همز ثابت أو مغير فكسر، وقد يروى لورش مطول، ووسطه قوم كأمن هؤلاء آلهة آتى للإيمان مثلا، سوياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤولا اسألا، وما بعد همز الوصل إيتي وبعضهم يؤاخذكم الآن مستفهما تلا، يؤاخذكم الآن مستفهما تلا، وعادا اللولا وابن غلبون طاهر بكسر جميع الباب قال وقولا. النوع الثالث من المد أيها الأحبة الذي يتوقف على همز هو مد البدل، وسمي بمد البدل لأن أصل الكلمة بهمزتين، الأولى متحركة والثانية ساكنة، فأبدلت الثانية من جنس حركة الأولى، يبقى ده تعريف مد البدل. من تاني، مد البدل سمي بهذا لأن أصل الكلمة بهمزتين، الأولى متحركة والثانية ساكنة، فأبدلت الثانية من جنس حركة الأولى. حكم المد البدل جواز المد، وبيّن الناظم رحمه الله مقدار مده بقوله: وبعد همز ثابت أو مغير فكسر، وقد يروى لورش مطولا، ووسطه قوم. يعني إذا يفهم من هذا أن مد البدل يقول وبعد همز ثابت أو مغير فكسر، يعني فيه الكسر لجميع القراء، وقد يروى لورش مطولة ووسطه قوم، يعني ورش يكون عنده مد البدل يمد 2 و4 و6، فيكون لكل القراء الكسر بمقدار حركتين، إلا أنه ورد عن أهل الأداء عن ورش المد المشبع 6 حركات وتوسط 4 حركات، فيكون لورش في مد البدل 3 أوجه، 3 بالثاء، 3 لأن هناك فرق بين 3 بالسين وثلاثة بالثاء، فيكون لورش في مد البدل 3 أوجه: القصر والتوسط والمد، سواء كان الهمز محقق النحو فتلقى آدم، مد البدل فين هنا يا جماعة؟ في كلمة إيه؟ كلمة آدم، ده اللي بنتكلم عليه، أصل آدم دي كانت إيه؟ أقدم، فأبدلت الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الهمز، فبقت آدم.
إن الذين آمنوا، كذلك آمنوا مد البدل، أصلها آمنوا فأبدلت الهمزة الثانية مد إيه؟ مد حرف مد من جنس حركة الهمزة. أو كان مغيرا بالتسهيل بين بين، زي إيه؟ جاء آل فرعون، كلمة آل فرعون. قال آمنتم، كلمة آمنتم كذلك. أو كان مغيرا بالإبدال، نحو هؤلاء آلهة، هؤلاء آلهة. أو كان مغيرا بالنقل، نحو وللآخرة خير لك من الأولى. وقد استثنى القائلون عن ورش بالتوسط ومد ثلاثة أصول مطردة وكلمتين. أما الأصول فهي أن يكون قبل الهمزة ساكن صحيح في كلمة واحدة، زي كلمة إيه؟ القرآن ومسؤولة، يبقى ده في الإيه؟ استثناء، استثنية لورش بالتوسط والمد ثلاثة أصول مطردة وكلمتين. ثلاثة أصول كلمة مثل كلمة القرآن أو كلمة مسؤول، أن تكون الألف بعد الهمزة عوضا عن التنوين في الوقف، زي دعاء أو نداء، فداء، يعني دعاء نداء فداء، نحن نقف عليها كذا. ثالثا أن يأتي حرف المد بعد همزة الوصل، نحو إيذلي في حالة البدء، إيتي بقرآن، أوتمن أمانته في حالة الابتداء بهذه الكلمات. ففي هذه الأصول الثلاثة لورش وغيره القصر فقط، ففي هذه الأصول الثلاثة لورش وغيره القصر فقط، اللي هي إيه؟ همز ساكن صحيح في كلمة واحدة، قبل الهمز ساكن صحيح في كلمة واحدة، القرآن مسؤولة، الألف التي تمد بعد الهمزة عوضا عن التنوين، دعاء نداء فداء، حرف المد بعد همزة الوسط، إيذلي إيتي بقرآن أوتمنة، في حالة هذه الكلمة. يبقى هذه الأصول الثلاثة لورش وغيره في القصر، القصر فقط في هذه الكلمة، في هذه الكلمة. أما الكلمتان المستثنتان، الكلمتان المستثنتان، فهما الأولى كلمة يؤاخذكم، تحقق فيها الشرط مد بدل، الهمز سبق حرف المد، حيثما وردت وكيف جاءت ففيها القصر قولا واحدا، وإن كان ظاهر النظم يفيد أن فيها وجهين، يبقى يؤاخذكم فيها إيه؟ مد البدل. ثانيا كلمة إسرائيل، حيثما جاءت في القرآن ففي الياء التي بعد الهمزة القصر قولا واحدا إلا عند الوقف، فيجرى عليها حكم المد العارض للسكون، واختلف عن ورش في كلمتين. كلمة الآن المستفهم بها في موضع سورة يونس، فورد فيها عن ورش وجهان، الوجه الأول القصر فقط في الألف التي بعد اللام، الألف اللي بعد اللام هنا القصر فقط في الألف التي بعد اللام، وهذا الوجه اقتصر عليه الداني في كتابه الجامع. ثانيا ثلاثة البدل، يعني القصر والتوسط والمد، قد ذكره الداني في كتابه التيسير، وقد ذكر الشيخ الضباع رحمه الله في كتابه إرشاد المريد الأوجه الواردة في كلمة الآن، هذه مفصلة، وها أنا يقول الشيخ الشارح، وها أنا سأنقل ما ذكره من الأوجه التي تأتي في انفراده، في انفراد هذه الكلمة عن المد بدل قبلها أو بعد. يقول رحمه الله في كلمة الآن موضع سورة يونس على انفرادها سبعة أوجه، وصلا على النحو التالي: أولا إبدال الهمزة، إبدال همزة الوصل ست حركات، ثم تسهيلها بين بين، وعلى كل من الوجهين الكسر والتوسط والمد في مد البدل الذي بعد اللام، فتصير الأوجه إيه؟ ستة. ثم بعد همزة الوصل بمقدار حركتين لكون اللام المتحركة بحركة النقل، بحركة نقل الهمزة إليها، وعلى هذا الوجه الكسر فقط في مد البدل الذي بعد اللام، فتكون الأوجه إيه؟ سبعة. ثانيا عند الوقف له تسعة أوجه، ويشترك معه قالون في هذه الأوجه وقفا، إبدال همزة الوسط ست حركات مع الكسر والتوسط والمد في المد في مد البدل الذي بعد اللام، كسر همزة الوسط مقدار حركتين وعليه الأوجه الثلاثة في مد البدل الذي بعد اللام، تسهيل همزة الوصل بين بين مع الأوجه الثلاثة في مد البدل الذي بعد اللام، فتكون الأوجه تسعة. ولقالون حالة الوصل ثلاثة أوجه فقط.
إبدال همزة الوصل 6 حركات أو كسرها حركتين أو تسهيلها بين بين، وعلى كل منها الكسر في مد البدل الذي بعد الله. الكلمة الثانية المختلف فيها عند ورشي كلمة عادا الأولى سورة النجم، ففيها وجهان الكسر فقط، وهذا الوجه اقتصر عليه الإمام الداني في كتابه الجامع، الكسر إيه فقط. ثانيا الكسر والتوسط والمد، وقد ذكره الإمام الداني في كتاب التيسير، وقول الناظم وابن غلبون طاهر بكسر جميع الباب قال وقوله، يريد أن مذهب الإمام طاهر بن غلبون أحد شيوخ الإمام أبي عمرو الداني في باب مد البدل الكسر فقط، وهي حكاية معول عليها انتهى من كتاب إرشاد المريد للشيخ الضبع. ثم قال الناظم رحمه الله: وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا. وهنا يذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت القسم الثاني من المد الفرعي، هو الذي يتوقف على سكون، وهو قسمان: أولا سكون أصلي، ثانيا سكون عارض. فالسكون الأصلي هو الذي يوجد في الوصل والوقف ويكون المد بسببه مدا لازما، ولذلك قال: وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن، فذكر هنا المد اللازم، وهو ينقسم إلى قسمين: أولا كلمي، ثانيا حرفي. أولا الكلمي، المد الكلمي تعريفه هو أن يأتي بعد حرف المد سكون لازم وصلا ووقفا في كلمة واحدة، هو ينقسم إلى قسمين: مثقل، ثانيا مخفف. فالمثقل إذا جاء بعد حرف المد حرف مشدد، نحو ولا الضالين الحاقة، فهذا يمد إيه؟ 6 حركات، ومد مثقل كما هو معلوم في التجويد. والمخفف إذا جاء بعد حرف المد حرف ساكن فقط، وهو في كلمة الآن موضع سورة يونس، وفي كلمة محياي عند من يسكن الياء الأخيرة منها، من القراء من يسكن إيه هذه الياء. حكمه لزوم المد 6 حركات عند كل القراء وصلا ووقفا. وقول الناظم رحمه الله: وعند سكون الوقف وجهان أصلا، هو يقصد بذلك القسم الثاني من المد الفرعي المتوقف على سكون، وما كان سكونه عارضا للوقف، فذكر أن فيه وجهين عند الوقف التوسط والمد، ولم يذكر الكسر لأنه ثابت في الوصل والوقف لكل القراء. فكما هو معلوم المد العارض للسكون في 3 أوجه للكل، هي الكسر والتوسط والمد بخلاف الروم والإشمام، فسيأتي الحديث عنهما في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. وهنا انتهى الشرح، وأقرأ الأبيات مرة أخرى للمساعدة على الحفظ والضبط الصحيح للأبيات. قال الناظم رحمه الله: وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولا، ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتى للإيمان مثلا، سوايا إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤولا اسألا. وما بعد همز الوصل إيتي وبعضهم يؤاخذكم الآن مستفهما تلا، وعادا اللولا وابن غلبون طاهر بكسر جميع الباب قال وقولا، وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا. طبعا ومقرر حفظ من أول ومن بعد همز ثابت أو مغير إلى قول الناظم إيه بكسر جميع الباب قال وقولا، ولكن أنا أنصحكم بدائما حفظ بيت من المقرر الجديد اللي أنت تحفظه في اليوم التالي، حتى يعني هذا البيت أنت تحفظه اليوم، ثم في اليوم التالي تبدأ من هذا البيت أيضا وتحفظ منه، وهذا يكون بمثابة الربط بين الأبيات في حالة الحفظ، عشان لما تيجي تسمع الأبيات وما تجيش تقف على وقولة ما تبقاش عارف إيه اللي بعدها، إنما تقول وقولة تبقى أنت على طول الأبيات مسترسلة تأتي خلف بعض. وإلى هذا الحد الكفاية، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية، والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه، واعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.